حصيلة برنامج متطوع للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق أصالة المعاصرة. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. عن حصيلة برنامج متطوع نسألكم سيد الوزير. تفضلوا السيد الوزير. شكرا سيد رئيس، شكرا سيد نائب على هذا السؤال المهم جدا، لان هذا البرنامج عرف اول سنه ديالو في هذا الصيف السابق، واللي كان كيهم الشباب ما بين 18 و 22 سنه. الهدف علاش درنا هذا البرنامج للشباب ما بين 18 و 22 سنه؟ اعتبرنا بان الشاب كيوصل سن الرشد خصو يكون تكون عنده واحد المواكبه من طرف القطاع اللي يعني به اللي هو قطاع الشباب. لهذا اقترحنا هذا المشروع اللي فيه طرفين. الطرف الاول هو التكوين في المجال ديال الثقافه، في التراث، التاريخ، المجال حتى ديال المواطنه، المجال ديال التكنولوجيات الجديده، مجموعه ديال التكوينات لمده اسبوع. يعني المجال الثاني كان هو تدريب في اطار الشراكات اللي كانوا عندنا مع قطاع التضامن، مع قطاع الصحه، مع مجموعه ديال القطاعات، حتى مع المقاولات والتعاونيات، باش كيعيشوا ديك ليكسبيرونس دو تيغان. اللي ما كانش منتظر واللي غنفعلوه دابا هو واحد الشق ثاني كذلك، هو ان هاد الشباب والشابات اللي استفدوا من هاد برنامج متطوع يعني خلقوا واحد الديناميه ايجابيه اللي غيخلينا نخلقوا انديه او جمعيات داخل ديور الشباب باش تواكب معاهم حتى التطورات ديالهم في الحياه اليوميه، وغيوليو نماذج حتى على الاجيال اللي غتجي من بعد غتستافد من هذا البرنامج. الحمد لله اليوم تبين لنا بان في الحقيقه كنا عارفين، ولكن زاد تاكد وتبين بان شبابنا والشابات المغربيات متثبتين بالمواطنه ديالهم، وغنزيدوا نحاولوا نقويوا هذا المشروع مره اخرى باش يحسوا باننا حتى حنا في جانبهم، ويزيدوا يستافدوا من 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 جميع الامكانيات اللي عند او القدرات اللي عند، ليس فقط وزاره الشباب والثقافه والشباب، ولكن جميع القطاعات. شكرا السيد الوزير، الجواب ديالكم. تعقيب السيده النائبه. شكرا السيد الوزير، وهذه مناسبة أننا نأكدوا بأنه المواطن المغربي هو مواطن اللي متعطش للعطاء ومتعطش للتطوع، بدليل المبادرات الجماعية والشخصية ديال المغاربة أثناء الزلزال. هذا البرنامج السيد الوزير الأهمية ديالو كتجلى أولا في أنه أعطانا واحد الإشارة أنه الشباب المغربي مهتم جدا بالشأن المحلي ومهتم بتنمية المحيط اللي كينتمي ليه. وهنا يا السيد الوزير كنسجلوا أنه أكثر من 7000 مستفيد اللي تسجلوا في المنصة ديال هذا البرنامج. من جهة أخرى حنايا كنعتبروا هذا البرنامج هو واحد المنفذ للشباب من هذوك المبادرات التطوعيه اللي كانت ملغومه واللي كانت غير مؤطره واللي كانت كتخليهم يكونوا عرضه ولا ضحايا لتجار التطوع الاحساني الغير مؤطر. اليوم التطوع مؤسساتي والتطوع قانوني. هذه المبادره ولا هذا البرنامج ايضا غادي يحمي الشباب ديالنا من عده افات، لانهم غادي ينخرطوا في انشطه. لهذا ندعوكم السيد الوزير اولا انكم توسعوا الهامش ديال المستفيدين باش انه الشباب يلقاو المجال ديالهم كبير وخاص فين انهم يشتغلوا. ثانيا سيد الوزير انه يكون تنويع ديال فرص ديال التطوع، وذلك من خلال ابرام شراكات مع منظمات غير محليه، منظمات غير حكوميه، اضافه الى شكرا سيده النائبه المحترمه.